بسم الله. عايزين نشوف ايه الفرق بين ان انا اقول له فور ايفر اف وان انا اقول له اف فور ايفر. تمام، خلينا نحط الاداه ديت ان انا اول ما البرنامج يتفعل فور ايفر اف. لو انا دوست مثلا على اي زرار معين وليكن مثلا سبيس، وهنا برضه هحط سبيس، هديله هنا صوت وليكن مثلا بلاش صوت القطة، خلينا نختار مثلا دمب دمب. طيب هنا اللي هيحصل فور ايفر اف، لو انا دوست سبيس اعمل الصوت ده، هتعمله كم مرة؟ مرة واحدة. تمام، يعني لو انا فعلت الأداة ديت ورحت دايس اي زرار مش هيعمل لي حاجة، لو دوست سبيس هيطبق تطبيلة واحدة. طب هنا لو انا فعلت الأداة ديت، خلينا نوقفها. خلينا نلغي دي خالص. لو انا فعلت ديت ودوست على اف دوست سبيس، انا اسف، اول ما دوست سبيس فور ايفر يقعد يعمل الطبلة دي، الطبلة دي لحد ما البرنامج يقف. اف لو انا دوست سبيس ابدا شغل الطبلة دي. تمام. طيب عندي حاجة تانية في الكنترول اللي هي ايه، كرر لي الموضوع دوت، يعني كرر الموضوع ده 10 مرات. تمام، في عندي برضو من ضمن الادوات الريبيت انتل، يعني افضل كرر لحد ما انا اعمل حاجة معينة. يعني كده ايه الاداة ديت، يعني افضل اعمل موسيقى لحد ما انا ادوس سبيس. تمام، وفي ويت انتل، يعني استنى لحد ما ادوس الحاجه دي وابدا اشتغل. وفي ستوب اول، ستوب السكريبت، وقفل السكريبت. كل دي ادوات بتسهل عليا ان انا اتحكم في البرنامج.